كان الرئيس السيسي قد استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فور وصوله مطار القاهرة، حيث أقيمت لضيف مصر مراسم الاستقبال الرسمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك في إطار ما يجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة مصير مشترك.